يتحرك الكريم بنعومة وسلاسة، وعندما تأتي الكاميرا الفيكس لتطعم وتتوج إنجازات الكريم. كل أنا بقوله ده ولا تشغلوا بالكم بيه، دي كلها حاجات هنتريش في دماغي يعني. طب خلونا نجدد الترحيب، لأن أنا رحبت في أول الحلقة خالص قبل ما يصلنا ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق الغراء، كما تعودت أن أنا أقولها وأحييها. ازيك يا أستاذ عماد، نورتنا. ازيك يا أستاذ يوسف، ازي حضرتك؟ الحمد لله، كله تمام؟ كله الحمد لله. خليني هسمع تعليقاتك أو رؤيتك بمعنى أدق لإفطار الأسرة المصرية في هذا الصباح بحضور الرئيس. كان شيء ممتع، أنا كنت موجود يعني. الجو طبعا كان حر جدا النهاردة، لكن اليوم كله على بعضه كان يوم جيد، لأنه يعني لما بتشوف حاجة جيدة بتفرح. ان انت بتشوف كل مكان دلوقتي بروح تقريبا بتلاقي فيه مشروع جديد كبير. البدر اللي احنا روحناها النهاردة دي فيه تقريبا المشروع ده 47,000 وحدة سكنية. فده عدد كبير جدا يعني. جزء طبعا الاساسي منه موجه للناس اللي ينتقلوا من وزاراتهم الى العاصمة الادارية الجديدة، ان هي قريبة جدا من العاصمة الادارية. فمنظر العمارات نفسها حاجة تفرح، انك انت بتلاقي عمران في قلب منطقة كانت صحراوية قاحلة، ده شيء مهم جدا. فالجزء الثاني يعني بعد ما خلص اللقاء الرسمي والكلمات الثلاثة يعني، تحدث الأول الدكتور مصطفى مدبولي، ثم السيد وزير الإسكاء، والرئيس عقب عمل مداخلة أو عمل مداخلتين وانتهى الجزء ده، وظننا انه الموضوع خلص. لكن كان فيه افطار الأسرة المصرية بحضور عدد كبير من المواطنين المستفيدين من الإسكان اللي عملته الدولة، خصوصا الإسكان الاجتماعي. بعض منهم الناس اللي تم يعني تركوا بيوتهم في عشوائيات خطر، زي عزبة الهجانة، الأسمرات، أو الناس اللي راحوا الأسمرات، عزبة أبو قرن، حاجات كتيرة كانت عشوائية وتم الحديث عنها النهاردة بالتفصيل، وانتقلوا إلى مساكنهم الجديدة وبيتكلموا بكل فرح عن حياتهم الجديدة في هذه المناطق. الناس دول جزء منهم كان حاضر النهاردة الإفطار الأسرة المصرية، وعدد منهم تحدث وسائل الرئيس في أكثر من موضوع. والنهاردة الرئيس اتكلم في موضوعات كتيرة جدا، لكن إذا جاز لي أن أنا أفهم يعني الرابط المشترك الكامل بين كل ما تحدث به الرئيس، اللي هو ضرورة انه الناس تبتدي تنظم نفسها، تنظم حياتها في كل شيء، من اول الدعم، النمو السكاني، وهي دي اظن ستكون القضية المحورية على جدول النقاش الوطني في الشهور والسنوات المقبلة. ليه؟ لانه مسألة ببساطة، انت بتزيد 2.5 مليون بني ادم كل سنة. 2.5 مليون دول دولة تساوي دولة من الدول المستقرة في المنطقة. منطقتنا العربية فيها على الأقل 3-4 دول عدد سكانهم أقل من 2.5، يعني لو حسبت سكانهم الأصليين ما يجوش ربع دول، لو ضفت لهم المقيمين هيبقى 2.5 مليون نسمة. فبالتالي أنت بيزيد عندك دولة سكانة، بس أنت ما بتزيدش عندك الموارد بنفس دايما في نظرية كانت بتتقال أنه ليس عيبا، لان دي نقطه جوهريه ناس كتيره جدا بتتكلم فيها بطريقه للاسف الشديد مش فاهمها. يقول لك طب انتوا عايزين تنظموا للسكان ليه؟ ما الصين فيها 1.6 والهند ما اعرفش فيها كام. صحيح، بس الهند الصين عملت سياسه الطفل الواحد، وكان ممنوع على حد انه يخلف اكتر من طفل، ولما حسوا بالراحه شويه بداوا يسمحوا بالطفلين. في دول زي المانيا وبعض الدول الاوروبيه بتدي الناس مكافئات انهم يخلفوا، لانه الاسباب طويله يطول شرحها. الناس توقفت عن فكره الزواج، التاخر سن الزواج، الانجاب بيبقى طفل بالكثير، واحيانا بعض الدول المتوسط الاسكان فيها ربع او نص طفل، بمعنى ان كل 4 أسر بيجيبوا طفل او وبعض. فبالتالي في دول عندها كمان، في دول الانجاب عندها جيد جدا وبتشجعه لانه عندها موارد، ما فيش مشكله، لكن انت عندك الموارد محدوده. فدايما في قاعده بتقول انه ليس عيب انك انت تخلف كما تشاء، بس بشرط انه معدل النمو يكون اظن ضعف معدل السكان، فبالتالي بقاش في مشكلة. لو انت عندك نسبة النمو السكاني 2.5%، يعني 2.5 مليون، فعليك ان على الاقل يبقى عندك 5% نمو اقتصادي عشان تقدر توازن بين ده وده. فمن هنا انا اظن انه في شهر 10 الجاي هيبقى فيه
تحرك وطرح مبادرات في هذا الشأن. والمهم جدا انه الاعلام يبتدي يلتفت لهذه النقطه عشان يوعي الناس، لانه طبعا في مفاهيم غايه في الرجعيه في هذا الامر، نظريات كثيره جدا، وبعضهم بيستخدم ايات قرانيه واحاديث شريفه بطريقه خطا وبطريقه ملتويه عشان يبرر هذا الامر. فالرئيس النهارده تحدث وتحدث فيه اكثر من مره قبل كده، فبالتالي هو الموضوع الذي أظن سيكون على مائدة النقاش الوطني لفترة طويلة في المرحلة المقبلة. طيب، من ضمن الحاجات اللي كان بيتكلم فيها الرئيس برضو هي مسألة الاهتمام بالحرف وأصحاب الصناعات الحرفية، واتكلم فيها الحقيقة مع وزارة الصناعة في هذا الموضوع. نعم. واتكلموا على مسألة ضرورة أن الدولة تسهل الإجراء للناس علشان تقدر تحصل على المصانع الجديدة أو القطع اللي هتقام عليها المصانع، والوزير قالت من الوارد جدا أن الشخص يحصل على أكثر من قطعة لو دراسة الجدوى بتاعته تسمح بذلك. أنا كلفت للنظر ليا حاجتين، أول حاجة كرست الشروط كان سعرها كام وبقت كام، وكان برضو لافت للنظر ليا مسألة تكاليف القياسات المعيارية اللي تم إلغائها دي. هنا الدولة مش بس مركزة على صناعات كبرى، ده هي الدولة بتركز على صناعة الورش لو صح التعبير، صح كده؟ لحد كبير طبعا. النهاردة سبب إثارة هذا الموضوع هو موضوع يبدو خارج عن النقاش العام اللي هو متعلق بالإسكان والمساكن وتكلفة الإسكان والدعم والتنظيم الأسرة. النهاردة أحد المواطنين سأل السيد الرئيس، قال له أنا عندي 5 أو 4 بنات وولد، وعندي مشكلة متعلقة أنه هو قبل ما ينتقل إلى المكان الراقي المجهز والمخطط كان بيشتغل في لف مواتير خلاطات وحاجات زي كده. فبيقول له أنا رحت مكان جيد جدا بس لكن فقدت عملي، ما عنديش عمل، فأعمل إيه؟ هل في إمكانية أن الدولة تبتدي تخصص لينا كحرفيين الأماكن اللي تحت الكباري؟ فالرئيس يعني جاوبه إجابة جيدة جدا، قال له يعني هنحل مشكلتك انت إكراما للبنات، لكن الجزء الثاني اللي هو المتعلق بيه، ما في اكتر من حد، في ناس كتيرة اللي هم كانوا زي حضرتك لو تذكر الورش الحرفيين اللي هي موجودة كانت في حتت وسط السكان وتم نقلهم الى اماكن قد لا يكون فيها ورش مماثلة او عدد كافي من الورش يشتغل فيها. فهو الرئيس قال طيب ما الكباري دي احنا عملناها، ناس كتيره ما كانتش بتستغلها قبل كده، انت بدات تستغل عدد كبير من الكباري عشان من اول تتعمل محلات كافيتريات ورش، فممكن يتم التوسع فيها وتفيد ناس كتيره جدا، دي المرحله. بس طبعا يتم الموازنه ما بين نشاطها وحياه الناس طبعا، ودي نقطه مهمه. النقطه الثانيه اللي هي هل انت يعني انت جربت لسنوات طويله جدا بتدي الناس فلوس، كنا بندي قروض صغيره للناس عشان تعمل مشروعات ما يسمى المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، بس كانت دي النتيجه. مهم وانت بتدي الناس الفلوس دي تضمن انها ترجع، لان الفلوس دي فلوس بنوك، يعني فلوس مودعين في بنوك. ففكره ان احنا ليه البنوك ما بتديش، لا البنوك لازم تتاكد ان هي تسترد الفلوس دي لان هي فلوس ناس طبعا. طيب لو محدش جاب دراسه جدوى جيده مش هتقدر تديله، مش اي حد هيخبط كده على البنك ناصر ولا بنك الايه ولا اي بنك هيقول له انا عايز فلوس عشان اعمل مشروع صغير، ولازم تشجعه الشباب، الدوله هتديله فلوس، لازم يبقى في دراسه. الدوله عملت حاجه مهمه في الفتره الاخيره والنهارده الرئيس تحدث عنها، خصوصا فيما يتعلق بتجربه الروبيكي. انت بتدي كدوله، واظن اتعملت في دمياط في مدينه الاساس، ان انت مش بس بتقول للناس روحوا اشتغلوا وخدوا فلوس وبتاع، لما انت بتدي الناس فلوس كاش في ايدها في بعض هذه المشروعات، اولا ممكن واحد ياخد يعمل بطريقه عشوائيه ويعمل غير التاني ويتاخر في الانجاز، وواحد يعمل وخمسه لسه. الدوله في تجربه الروبيك واظن في تجربه مدينه الاساس ان هي بتبني لك الورشه نفسها صح، وبتديها لك على تسليم مفتاح، تعال اشتغل. وده شيء جيد اظن للغايه، لانه هيوفر لك انت كمواطن العشرات الـ يعني الجهد والعرق والفلوس والطهق في الروتين بتاع الاجراءات الشهيره جدا فيما يتعلق بالامضاءات الكثيره والتوقعات الكثيره. طيب ما احنا لو قدرنا نعمم هذه التجربه، مشرطة طبعا ان تكون بفلوس ملائمه للناس ما يكونش مغالى فيها، هتكون حليت جزء كبير جدا وبتقول الناس تعالوا اشتغلوا مباشره. فالوزيرة تحدثت النهاردة وقالت كلام جيد. أنا أظن طبعا التحدي في الفترات الجاية يعني بعد ما هتكون أنجزت
البنية التحتية أو معظم مشروعات البنية التحتية هيكون كيف يمكنك تدبير أكبر عدد من الوظائف، وظائف صغيرة وظائف كبيرة، بس المهم وظائف ناس تشتغل فيها تقدر تعين نفسها. لو قدرت توفر وظائف، عدد وظائف كتير، معناها أنك أنت بتقلل البطالة، بتقلل اعتماد الدولة عليك كأفراد. طيب أنا أستأذن هروح لفاصل، وبعد الفاصل كل صحفي بيبقى فيه عنده حاجة ما بتلفت نظره عندما يكون في حدث من الحاجات الكبيرة، وخاصة إذا كان هذا الحدث رئاسيا. وأستاذ عماد صحفي من الطراز بتاع زمان، اللي هو دايما معاه الأجندة والقلم ويكتب ملاحظات. هي موجودة، هي الأجندة الشروق ولونها أزرق. أنا عايز أعرف الأجندة دي النهاردة اتكتب فيها إيه، ولكن بعد الفاصل. فضول، هنعمل فيه ايه؟ كلي فضول في ان انا اعرف الاجنده الزرقاء دي كان بيتكتب فيها ايه النهارده، واكتر حاجه لفتت نظر الكاتب عماد الدين حسين قبل ان تلفت نظر، ودي برضو هناخدها، النائب عضو مجلس الشيوخ. تمام. انا متعود طول الوقت ان انا بكتب بسجل ما اسمعه او اهم ما اسمعه. عشان مش عشان للخبر للشروق، لانه الخبر الشروق احيانا بناخده من محرر الرئاسة عندنا أو من وكالة أنباء الشرق الأوسط ضمانا للدقة يعني. أو طبعا الأساس اللي بيجي من السفير بسام راضي. لكن بسجل الحاجات اللي تصلح لي حاجات مهمة أو حاجات ممكن أكتب عنها في مقال اليوم. فالنهاردة يعني إضافة للتسجيل العادي التقليدي بتاع أهم الحاجات الواحد شايفها، أنا كتبت مجموعة من الملاحظات. جزء منها مثلا النهارده كان في تغير في المدعوين دايما، النهارده يعني كان في توسع عدد كبير جدا من رؤساء الاحزاب خصوصا الممثلين في المجلسي النواب والشيوخ. حلو. كان فيه عدد كبير من رؤساء الهيئات البرلمانيه، عدد من الاعضاء وده عدد جيد يعني ليس قليلا. كان في نقطه تانية مهمه، عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين من مختلف الوسائل الاعلاميه. كان في، وهذا هو الأهم، عدد كبير من المواطنين اللي هم المستفيدين من الإسكان الاجتماعي، ودول كانوا الجزء الأساسي اللي حاضرين في إفطار الأسرة المصرية يعني النهاردة. فأنت عندك النهاردة يعني نوعية حضور مختلفة إلى حد ما مقارنة بالنماذج أو الأحداث أو الفعاليات اللي هي المماثلة قبل ذلك. عشان الموضوع ده تحديدا النهاردة الرئيس، وتحديدا نتكلم كتير في مسألة التنظيم والدعم والدولة وانه ازاي والتنظيم الأسرة، الجزء اللي هو مفترض ان انت تقدر توصله للناس بصورة اوضح عشان الناس تبتدي تتفاعل معاه، ما يبقاش خطاب من طرف واحد، مهم ان الناس تسمع وتفهم. دي نقطة. النقطة الثانية هي الثمن العشوائي الرهيب. في رقم النهاردة اتقال انه عشان نصلح العشوائيات دفعنا لحد دلوقتي 425 مليار جنيه. طيب مش مفروض الذين تسببوا في هذا الاهدار الرهيب لثروات وتعطيل العشوائيه بيت تحولت لاسلوب حياه، مش بس في التكاتك، بالمناسبه في عدد كبير جدا من الناس في تفكيرهم بيت تفكير عشوائي. ما انت لما تعيش في حياه عشوائيه الى حد كبير تفكيرك هيبقى عشوائي. فالناس اللي هي ظلمت دي بسبب قرارات عشوائيه اتخذتها حكومات سابقه كثيره جدا، بحيث ان انت اكيد كلنا شايفين اللي حصل في شارع فيصل على سبيل المثال مثلا، او في حاجات كثيره زي عزبه الهجانه، او النماذج اللي عرضها دكتور مصطفى مدلولي لو نتذكر لما كان في كفر سعد الايوبيه، لما كان بيتكلم على تعديات الحتت اللي هي ناحيه مسترد والايوبيه، اللي هو عرض العماره ارتفاعها 10 او 15 دور والعرض بتاعها 2 3 متر. والناس كده ممكن لو مد ايده من الشباك يسلم على جاره. ماشي. ده لو قدر الله لما بتقوم حريقه مش هيعرف حد يدخل او خلاص. وسلوكيات واخلاقيات بتبقى يعني مش هقول لك، لا حد هيقدر يلعب كوره ولا حد هيلاقي مكان يمشي او يتنفس فيه. فبالتالي الثمن ده احنا دفعنا ثمن مادي كبير جدا. ها،
والنهاردة كان في نقطة مهمة مرتبطة بده، وهو ان انت لو انت بنيت طريق او مساكن او اي مشروع من جديد تكلفته قد تكون اقل بكثير من ان انا اعدل على الموجود، من تعدل مما هو قائم، ودي نقطة مهمة جدا. فانت العشوائية دمرت حاجات كتيرة جدا في المجتمع المصري، وعطلت جهود كان مفروض تبقى وبالتالي فالمهم ان احنا بغض النظر عن الماضي ان احنا نضمن الا يعاد انتاج العشوائية تاني، يعني يكون اللي حصل ده هو اخر حاجة، لانه النهاردة عرفنا انه عدد كبير من المناطق بدأت تنتهي فيما يتعلق بالمناطق الخطرة وغير الآمنة، لكن في جزء يعني في تقديرات بتقول انه ما بين حوالي نص المساكن في مصر مساكن عشوائية او مساكن غير مخططة. فازاي نقدر نوقف ونصلح ده حاجة مهمة. نقطة اخيرة على فكرة الرفض الطبيعي عند ناس كتيرة جدا لفكرة التطوير، اول ما تقول هطور يقول لك لا ده كويس، ده في مقاومة للتطوير طول الوقت. هي دي بالمناسبة حاجة طبيعية، يعني انا فاكر حد صديق عزيز بيقول لي شفت اللي حصل قدام قصر عابدين، بقول له ايه اللي حصل؟ قال لي بوظوه. بقول له طيب بوظوه مقارنة بايه؟ فقعدنا نتناقش نقاش جدل لحد بعدها بثلاث شهور قال لي اخي والله الامور بقت كويسة جدا ومنظمة. يعني طب يعني انا مش بحكم على ان طب ما انا اخد فكره، خلي حد خبير يقول ده او يعني مش انا عشان مختلف مع الحكومه ان انا اقول المشروع ده زي الفل سيء جدا، او لو انا بايتها فالمشروع ده زي الفل ماشي. هي فكره ان احنا كيف نتعود ان نكون موضوعين فنحكم على الاشياء بموضوعيه قدر الامكان. دي كانت ثلاث نقاط سريعه اضافه للافكار العاديه الكتيره جدا. النهارده كان يوم حافل بالارقام، الارقام اللي اتقالت النهارده خصوصا فيما يتعلق بالمساكن والدعم وحاجات كتيره جدا. النهارده في رقم قاله السيد الرئيس 275 مليار جنيه حجم الدعم السنوي في مصر طوال 10 سنين اللي فاتت. فلو انت ضربت 3 تريليون 3 تريليون، فال 3 تريليون دول يعملوا ايه في مصر؟ لا يعني طبعا ده مش معناه انك انت، والرئيس النهارده كان واضح قال يا اخوانا انا مش معناه ان انا بقول هنلغي الدعم، لا بس عايزين ننظم الدعم. وفرق كبير جدا بين المصطلحين. يعني ايه تنظيم؟ تنظيم الدعم انك انت يعني او كما افهمه احنا عندنا حاجه جيده جدا ماشيين فيها دلوقتي هي الميكنه والرقمنه والحاجات. فبالتالي انا بعرف ان بدل ما في ناس على سبيل المثال انا اعرف اسمع كتير قصص انه في ناس في قرى وفي الريف وفي حتت كتيره جدا بتاخد تكافل وكرامه وهي لا تستحقه، لانه في النهايه الراجل اللي قاعد ده بيعتمد على ورق رسمي. ففي ناس محترفه نصب ويروح ياخد من جمعيات خيريه في العيد وفي المناسبات من 10 جمعيات. طبعا وزاره التضامن للامانه بتعمل جهد كبير جدا عشان تفتش وتدقق في ده. الميكنة تعني انك انت لما هتروح تاخد من جمعية الأرمان مساعدة مش ينفع تروح لرسالة ولا مصر الخير ولا بتاع، خلاص لانه في رقم في اسمك اول ما هيضرب عليه هيبان هينور فمش هتاخد. فده الرقمنة ده يعني هتحارب جزء كبير جدا من الفساد، ده تنظيم للدعم. فبالتالي بدل ما حد مش يعني لا يستحق الدعم وبياخده وبينصف في ورق وحاجات او بيؤثر على بعض الموظفين ضعاف النفوس في المحليات مش هيقدر يعمل ده، زي اللي اتعمل كده في تنقيح بطاقات التموين. طبعا دي نقطه كان في عدد لا باس بيه على الاطلاق بياخد بطاقه التموين وبيصرف التموين ده ويرجع يبيعه طبعا، او يتفق مع بقال تموين عديم الذمه فيظبطوا مع بعض وياخد القرشين. بس ميزه البيانات يا استاذ يوسف ودي نقطه جوهريه ان انا هعرف حجم الظاهره بالظبط. النهارده واحنا بنناقش الدعم في جدل كبير جدا هو حجم الاهدار في رغيف الخبز قد ايه؟ هل هو كتير جدا زي ما بيقول الناس والناس بيستعملوا علف، ولا قليل كما يقول الناس المستفيدين؟ انا لما يبقى عندي هذه البيانات بوضوح وبيانات تفصيليه وبيانات بينيه هقدر اخد انا لو انا صانع قرار يعني او الحكومه هتقدر تاخد القرار بسهوله، لانه هقدر اوجه هقول والله انه الناس اللي في محافظة كذا في حتة كذا دول فعلا مستحقين، فانا مش هخفف عنهم، ممكن اخد قرارات ان انا هرفع سعر الخبز
بس هقدر اوجه مساعده بطريقه ما في حته تانية. دي نقطه في غايه الاهميه، كلما كانت عندي بيانات حقيقيه ومكتمله كلما كان القرار اللي بيطلع يعني مش قرار نموذجي ولا مثالي، لا يبقى اقرب الى المثالي. هي مسألة كلها زي ما حضرتك قلت كده متعلقة في تنظيم الدعم وإدارته طبعا، لأنه في جزء تاني احنا يعني في أسئلة كتيرة جدا في المسألة دي. هو هل كل الفلوس دي كانت بتروح فقط على الفلوس اللي بتدفعها الدولة، ولا ممكن يكون عدم قدرة على إدارته، في حلقات وسيطة ممكن تؤثر؟ أنا لا أعرف، أنا بطرح أسئلة بس أنا بقول تاني إن هو البيانات هي مسألة في غاية الأهمية، هتنور قدام الدولة حاجات كتيرة جدا، فالقرار اللي هتاخده بناء على هذه المعلومات الحقيقية أقرب إلى الواقع بكتير. طب أنا كان لفت لنظري وخليها دي بودي مناقشتنا، إنه الثلاثة تريليون دول اللي هو 275 مليار مضروبة في 10 هيساوي تقريبا الثلاثة تريليون، يتعامل إيه بثلاثة تريليون في مصر؟ فأنا لقيت إنه يعني حتى طبقا لكلام الرئيس على سبيل المثال وإحصائيات كثيرة رسمية، ده بيتعامل بيها كذا، يعني على سبيل المثال حياة كريمة في ثلاث سنين يصرف من 700 ل 800 مليار، يعني أقل من تلت هذا المبلغ. أيوة، وأغير حياة 60% من المصريين. ما السياق كان إيه يعني في القعدة النهاردة؟ إنه الرئيس بيتكلم على حجم التغطية لحد أظن 2013 فيما يتعلق بالصرف الصحي لم يكن قد تجاوز 12 إلى 13%. صحيح، وصل ل 40% بعد كده. وصل ل 40% في السبع سنوات. وده انجاز للامانه لو انت قست بمعدل الانجاز مقارنه بما قبل 2013 ماشي. لكن انت عندك صعوبه كبيره جدا لسه 40%، ولسه انت بتتكلم هنا على بند واحد اسمه الصرف الصحي، انت ما اتكلمتش فيما يتعلق ببقيه البنود الاساسيه وهي الطرق المدارس. انت عندك محتاج لمدارس كتيره لو انت عايز تتكلم على مدارس بالنظام التقليدي، الناس لازم تروح فصول ماشي، ويبقى عندك وحدات صحيه جاهزه وزياده عدد الاسره في الصحه. فده كله كلام مهم، بس مهم جدا برضو ما نناقشوش باعتبار انه ده قصاد الدعم. دي نقطه جوهريه. يعني انت بتتكلم هنا على لانه الدعم مهم جدا لطبقات كثيره طبعا ماشي، ولابد ان احنا تاني الامر يتوقف على حجم البيانات الاساسيه. في ناس كثيره جدا الخبز بالنسبه لها هو الاساس. طبعا مفيش خلاف. خصوصا في الصعيد وفي المناطق الشعبيه. يعني ممكن في وجه بحري المسألة دي ما تشغلش ناس كتيرة لأنه بياكل الرز كتير أو ماشي. في كل الأحوال هي الفكرة اللي أنا بتكلم عليها، هي أن أنت لو أنت بقي عندك بيانات كاملة، مش بس أن الرغيف بيتكلف 65 قرش لا وأنت بتبيعه بخمسة ساغ، لا أنا بتكلم على لو أنا أقدر أجيب إيه زيادة يقدر يعوض لده، هل ممكن أشوف بدائل أخرى؟ لكن في كل الأحوال نحتاج إلى بيانات عشان يبقى القرار في أفضل صورة ممكنة له. طيب أنا يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري بقى، مش عارف هي يعني أثارت برضو تساؤلات الناس ولا لا، بس يمكن ده لفت نظري جدا، كلام الرئيس على المطورين العقاريين وضرورة إن هم يكون المشروع اللي بيشتغلوا عليه وعلى تطويره يكون تم إنجاز 30% منه قبل ما نبدأ الإعلان عنه. طبعا ده موضوع في منتهى ليه. كم قصة نعرفها لحبايبنا وأصحابنا وقرايبنا، الراجل القصة الشهيرة بتاع جورج سيتهم الله يرحمه، فيلم غريب في بيتي. أيوة. ماشي، لما عمل العود لأكثر من حد، شقة واحدة لأكثر من حد، ودي شفناها يعني الفيلم كان ترجمة لوقائع موجودة على الأرض. وهذه الوقائع موجودة بطريقة أو بآخر لحد هذه اللحظة. القصص تدمي القلوب. يعني لسه حد من قرية في أسيوط بيقول لي تحويشه عمره كلها حطها في شقة، واحد قال لهم هنبني برج في مصر القديمة و مع السلامة. ادي وش الضيف. خدت بالك؟ طبعا في ناس بتهرب، بس في ناس بيقول لك تعثرنا عملنا، الله اعلم بمدى دقة ده. لكن هي الفكرة ايه؟ انه عدد كبير من المصريين كان يتم النصب عليهم، او حتى مش النصب، ان هو بيقرفه في حياته ويقول له هسلمك الشقة بعد سنة او اتنين او تلاتة، ويصل الامر الى 10 سنوات. هذا لما انت بتشترط ان انت تبيع بعد ما تكون او تتعاقد بعد ما تكون عملت 30%، معناه انه في مكان حقيقي موجود. فبالتالي فكر النصب هتقل قوي، او كمان فكرة الحماية هتزيد. والدولة مهمة جدا هنا، هذا تدخل حميد من الدولة لحماية المواطنين، لان انت بتخلي الناس تشتغل جد. فرص النصب وفرص
انك تعمل ده وتمشي، لا هتبقى قليله جدا جدا. هي كمان فكره راس المال الدوار، لو انا باخد الفلوس بتاعت الاستاذ عماد وبتاعت يوسف واحطها في البنك واشتغل بفوائدها. طبعا كانت بتتم وما زالت اظن حتى هذه اللحظه بشكل او باخر لما يتم التطبيق ده. لكن هو المهم النهارده الرئيس قال تعبير في غايه الاهميه، وهو حد سأل سؤال في منتهى الأهمية، حد من الناس اللي هم المستفيدين من الإسكان الاجتماعي على قانون إيجارات. وكما تعلم قانون إيجارات يعني يشغل بال كثيرين منذ سنوات طويلة جدا، والناس منقسمة فيه يعني أهلي وزمالك، ماشي، محدش بيفكر بطريقة الإسماعيلي. طبعا الإسماعيلي النهاردة الزمالك فاز 2-0 الحمد لله، هذا من فضل ربي الحمد لله. المهم الفكرة إيه؟ إنه يا مع يا ضد. الرئيس قال تعبير كويس النهارده، بيقول انا بوفر شقق وهخليكوا هيجوا وقت هتتكعبلوا في الشقق. حلو. فلما انت هتوفر شقق كتيره ساعه ما هتاخد اي اجراء فيما يتعلق بقانون الايجارات هيبقى سهل. لانه الحجه الرئيسيه ان انت بتتكلم انه طب الناس دي هتروح فين؟ طب هتلاقي لا في شقق، في عندي وفره، في عندك وفره وفي عرض كبير، فبالتالي الحلول هتبقى سهل. دي نقطة في غاية الأهمية. أنا أظن أنه وحرص الرئيس يقول أنا ما بتكلمش أن أنا خدت القرار في المسألة دي، أنا بتكلم بفكر معاكم في هذا المشروع اللي هو بيعرض على البرلمان أو بشكل غير رسمي طول الوقت ثم يتم تأجيله دائما. صحيح أستاذ عماد، نورت وشرفت كمجرة العادة. أنا أنت عارف أنا بحبك قد إيه يعني، فببقى سعيد جدا بقى لما تبقى عندي تلكيكة كده نعرف نشوف حضرتك بيها. أتشرف ربنا يخليك. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة، ولو كلنا العمر هنتقابل بكرة في نفس الميعاد زي ما احنا وبرنامجكم التاسعة. سلامات.